مركزة على صدرها. شيخة تراكس محط انتقاد بتعليقات قاسية. تعرضت الراقصة الشعبية فاطمة الزهراء المعروفة بالشيخة تراكس لهجوم لاذع على حسابها بمنصة انستغرام بعد نشرها صورا ركزت فيها على إظهار صدرها. وأثارت الصور التي نشرتها الشيخة تراكس والتي التقطت على شاطئ السعيدية جدلا واسعا بين متابعيها، حيث ظهرت فيها وهي ترتدي لباس البحر بجانب موس ماهر الذي وسد صدرها. كما ظهرت الراقصة الشعبية في صور أخرى كلها إثارة وجرأة، الهدف منها هو خلق الجدل والدعاية ولو على حساب الشرف. وفي تعليقها على الصور كتبت: مع خويا وصديقي العزيز نعم الأخ، الصراحة مسخيناش بالسعيدية، فيها أجواء زوينة بزاف. قبل أن تلقى ردود قاسية وبتعليقات سلبية ذكرتها بعمرتها وحجابها الموسمي في رمضان.